منظر خرافة الأهرامات، منظر تحفة وجو جميل في يوم الفالنتين. اتفرجوا على المنظر. جبنا لكم الأهرامات لحد عندكم، ايه رأيكم؟ لايك. اتفرجوا على المنظر يا جماعة في الأهرامات. ياسين وراكب الجمل. ياسين لو ليكوا رغبه نجيب لكم الكارته. حاسس بيه وانت راكب الجمل؟ مدى احساسك ياسين، مدى احساسك وانت راكب الجمل؟ ايه شعورك؟ خايف. 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 لا مش هيقوم. ياسينو ايه القمر ده؟ ياسينو يا جماعة مش خايف وراكب الجمل. برافو يا ياسين. خد يا ياسين يا احمد، ريتاش خد ري. مش هتعوض هتعيط. عايز تطلع؟ ثواني تاني. ب10 الاهرامات هدايا ب10 جنيه. Thank you.
قدام البيت فزع. لو ما اضغطوش لايك هزعل منكم مش هكلمكم. لو انتوا اضغطوا لايك عشان ابو الهول واشتركوا في القناه عشان ابو الهول عشان خاطر ابو الهول. معاكم جوله بقى في الهرم واحنا راكبين على الكاريتا. مش خايفة على حاجة. أنا ماسكة فريتاج زي ده ابو الهول يا جماعه. ايه رايكم في ابو الهول عندنا في مصر؟ هو هيكون فين يعني غير في مصر؟ Thank you.
منظر للطيارة.